انا من برج الجوزاء. اذا يمكن هيك بالغلط بسمع على التي في انه يوم الجوزاء منيح، عنده ثقه بحاله. يا حياتي قدر اللي عجبني مكتوب. شكرا كثير يعني حالي انا بالنسبه لإلي حالي ريتم معين هو خلقه هيك وحمل الكرسي وانه مش فرقانه معه ما تكون بنشوف شو بدنا نعمل هيك يعني من هالطريقه المهضومه كثير. مع الحبيب منيح هدول بنبسط بشجعوني بصير انا افكر بطريقه ايجابيه. الصفة السيئة انه بيحترق وهالشيء ايام كثير بخيب لي امالي، يعني انه بيحترق وبحط امال وما بتنجح. عبال تكون ام ولادي بعدين لانه فيها كثير اشياء حلوه بس هلا ماني برج الجوزاء طبعا برج معقد يعني. لا في حاجات بتشبهني وهي اول حاجه ان انا مودي، ده طبعا قريب من البرج جدا طبعا، يعني شويه كده وشويه كده على حسب الجو. نتكلم في حاجه ثانيه خالص. الطيبه والرومانسيه والكلام ده طبعا موجوده بس هم دول انا بشوفهم موجودين في البرج، الباقي بقى ايه يا حبيبي الاخبار؟ تمام فعلا؟ اه اكيد طبعا. اوكي نص ساعة وتكون عندي اتفقنا؟ لذيذ مهضوم خفيف الظل شكله حلو ومرتب وقريب على القلب وفي احساس. محمد عباس اللي انا بعرفه اللي هو احساس كتير حلو اللي هو عنده حنان بصوته فوجتك يا عز الناس. اوكي برجي هو الجوزاء جيمو. بيقولوا عن الجيمو انه كثير سبونتاني كثير عفوي وكثير ساركاستيك بيرسون. انا انسان كثير ساركاستيك بس بحب ضحك بحب فرح العالم اللي قدامي بحب يعني البوزيتيف انرجي اللي عندي بحب اوصلها للعالم. And hold your hand. Should I give you all my hours when I had the chance? مهضوم لذيذ كتير حلو كتير مهضوم والوحي كان عند ليسلي مشان هيك زبطت معه. الناس تشبهني اذا نحيت البيت بتشبهوني ببرونو مارس صح؟